كيف؟ تقابلنا. والله يفضل ومتى؟ ومتى؟ يعني يفضل انه انت تحكي صراحة، ايش رأيك؟ طيب، متى؟ بأكتوبر 2021، حلو. السنة اللي فاتت، فقبل ست أشهر. ست أشهر نعم. وين تقابلنا؟ بمكتبة إثرا. نعم، مكتبة إثرا في الظهران. يس. أوكي. القصة مش مرة واو، يعني أنا كنت قاعدة أقرأ كتاب، أنا تخصصي علوم سياسية، فكنت قاعدة أقرأ كتاب من الجامعة وأسوي البحث اللي عليه، والكتاب كان كتاب سياسي. فهو شكله شافني و يعني بتطلع انه مثلا البنت شكلها مش عربية وماسك كتاب بالعربي، فانه ايش الوضع يعني ايش فيه؟ ايوه، عن السياسة بالعربي. لما اجيت انا يعني الموضوع شدني صراحة، رحت اقرأ الكتاب هيك شوف انه شوية بحكي لها هاي، فبتحكي لي اهلا. اهلا مين؟ كيف اهلا؟ يعني المفروض انه لا ما تحكي اهلا، تحكي لي وات والشغلة يعني. فبس يعني بعد هيك فترة استغربت انه بتعامل معي بعادات تقاليد عربية، انه يعني ما مش قادر ادخل احكي معها، او انه مثلا يعني شغلة معينة مثلا انه افتح معها موضوع انه على الكتاب او شغلة انه بتعملي بلوك يعني بس اجي احكي معها. حتى ما طلب رقمي من اول مرة. بعدين بعد يمكن اسبوعين رجعت اثرا شفته وهنا طلب رقمي بالضبط، وطلب يعني انه يتكلم مع ابوي. كلام صحيح على ابوي، كلام هذا صار وانا من يوم جدي معك يعني.